هادو كيما قلت لك من المحليات زيد لاسبارتام سيكلامات طوماتين هما اللي عندهم او كتبوا 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 او 950 حتى الاو 959 هادو هما اللي زيد هادو هما المحليات راه غادي تلقاو تما زي سلفات البوتاسيوم سيكلامات طوماتين سكرالوز سكرالمالتيتول اكزيليتول اكسيتيرا كاع تلقاهم في هذه اللائحه هذه هادو اش كيديروا ملتيبل سكليروزيس ميموري لوس شتي بيرت دو ميموار هادي الاسبارتام سيد كاين الفريت كاين لاكريلاميد مع البيروكسيد مع الميلانويد ملي كنقليو الحاجه فيها ثلاثه كيكونوا ثلاثه الاكريلاميد هو اللي كيعطي كي اندوماجي لو سيستيم نيرف سنترال ولكن يعني هو المهم يعني السيستيم نيرف سنترال الاكريلاميد از ناون تو كوز داميج تو دو سنترال اند بيريفيرال نيرف سيستيم لو سيستيم نيرف سنترال هو المهم يعني يعني لا ميموار بروفوند كتكون في السيستيم نيرف سنترال المونوسوديوم كليطامات كيسموه الملح الصيني والغريب ان تيكتبوا لكم على هذاك شكون اللي عنده شي بشكيطو هنا ولا شي حاجه غادي يقرا غادي تلقاو منكه طبيعي ناتورال فليفر هو ماشي ناتورال فليفر وما كاينش في الطبيعه النص اللي قلتها من ليتها يوجد في الطبيعه هو مصنوع مصنع وهذا المنكه هذا هو اللي عنده اثر زيد زيد بنتي زيد شوفوا على اليمين هذه صوره مخوذه المونوسوديوم غليطامات يعني باش شبهوها شبهوها بحال كتضرب يعني الجهاز العصبي يعني بسلاح ولا بحاجه هذه مخرب للجهاز العصبي وهذا المونوسوديوم غليطامات كاين حتى هو البرين ليزن كاين ليزيون او نيفو دي سيرفو حتى هو هذا المشكل هذا ديال ميغرين ديبرسيون قلق دجار توتر كلهم هادو مشروكين هادو سي لا فونكسيون دي سيستيم ملي كتوقع وحده راه كتوقع الاخرى اتونسيون وكتوصل من عباد الله ملي كيقول لك مريض حتى ما كيبقاش يجيه النوم ملي ما كيبقاش يجيه النوم صافي قضى الله امره تما راه الله يحفظ راه الحاله خطيره تما راه ولا 5 ايطوال يعني ملي كيبداو لي ميغرين ملي كيبدا الشخص يتقلق ملي كيبدا الشخص داك النوم ديالو مضطرب ينعس يفيق ينعس يفيق ماشي هكاك ملي خصو شويه يعرف اشنو كاين خصو يعرف خصو يشخص اشنو عنده نقص عنده حاجه خصو يعرفها وممكن كاين ان شاء الله ممكن الحلول المونوسوديوم غليطامات كاينه في هذه اللائحه ولكن هذه اللائحه ما عندناش ما كتباعش حنا عندنا ما عندناش حنا البلانت بروتين والبلانت بروتين اكستراكت صوديوم كازين كازين هادو كيكونوا في دوك المركبات اللي كيعطيو للاطفال الصغار ولا كيكونوا في دوك لي سوب وداك الشيء كيزيدوا فيهم هذا الشيء هذا وكيكونوا حتى في بعض الانواع ديال النقانق فود اديتيفز الكاراجينان لي زانزيم باسوم هادو كلهم فيهم المونوسوديوم غليطامات زيد زيد السكر شوغر حتى هو كيوقع خلل على مستوى الجهاز العصبي والكازاين ديال الحليب والجلوتين ديال الملح كيعطيو لي مورفين او نيفو دي غروز انتيستان كيعطيو دي مورفين حتى هما عند مشكل هذاك الشيء علاش لي زونفون لي او دي زوتيستيك هادو لي زونفون اوتيستيك كيحيدوا لهم الكازاين والجلوتين لماذا لان هذيك الميتابوليزم في الغروز انتيستان كيعطي لي مورفين كازومورفين الكازومورفين معروفه كتجي من الكازاين وهاد لي زوبيود هادو دي زوبويدا دي زوبويد دي دروغ هادو سون سانتيتيز هادو كيتفرزوا في الجهاز الهضمي في القولون من الجلوتين ومن الكازاين الطلبه اللي عندهم مشكل ديال شويه اضطراب عصبي يحبسوا الكازاين الله يرضى عليكم تحبسوا والطلبه اللي عندهم مشكل على مستوى الجهاز الهضمي يحبسوا الجلوتين واخا ما يكونش عندهم سيلياك واخا ما يكونش حساسيه المهم غير ينقصوا من الجلوتين يعني وكاين حبوب اللي فيها جلوتين قل من الاخرى بحال الشعير فيه قل من القمح وكاين الفرينه فيها قل من القمح وكاين الرز ما فيهش وكاين خرطال فيه قل خرطال ما فيهش جلوتين الجليادين هي المشكل الخرطال ما فيهش جليادين مع ذلك كنزولوا حنا المالين سيلياك علاش الخرطال كنزولوا المالين سيلياك ماشي على الجليادين لان الخرطال كيكونوا فيه دي غرين دو بلي كيكون كونتاميني بار لي غرين دو بلي هذاك الشيء علاش كنزولوا الخرطال ما كيكون ما يعطيوش الا هذا السكر هو مشكل الله يرضي عليكم اللي يكون عندكم امتحان حاولوا ما امكن يعني نقصوا خفضوا الكميه ديال السكر اليومي ماشي المحليات السكر هذا اللي كنديروا في هذا هو اللي سميتو السكر داك الشيء اللي في المناضه واللي في البونبونه ماشي سكر محليات سويتنرز باش من دابا تاخذوا المعلومه ماشي تبقاو اطباء ويضحكوا عليكم الصناع اطباء خصكم تكونوا عارفين المسائل هذه خصكم عارف كاين المحليات وكاين السكريات الا سمعتوا شي واحد في شي فضائيه كيهضر على السكريات وكيخلط المناظره مع الكوفيتير عرفوا بان راه تبارك الله قريب بزاف ماذا عليك كاين السكر وكاين لي ديل كورون كاين لي سكر لي كربوهيدرات وكاين لي زيد ديل كورون هذاك الشيء علاش ما خصناش نخلطوا والله وكتلقاو دابا في الواتساب وفي الفيسبوك يعطيكم واحد المناظره شحال فيها ديال السكر وكيدير لكم الكميه ديال السكر اللي كتزيد وها شحال كتستهلك هذاك خطا هذاك هذيك لو شيما خطا لان ماشي سكر هذاك الشيء اللي في المشروبات الغازيه ماشي سكر بعدا اول
والسكر حتى هو حلق الله راه كاين في لاكاناسيكر وكاين في البيتراف، ولكن الكونسونطراسيون التركيز اللي كاين في البيتراف هو 20%، التركيز اللي كنديروه في البراد هو 50%، يعني الكميه اللي كنستهلكو هي اللي خطيره ماشي طبيعه السكر. هذا السكر هذا الا خديتو مثلا 5 كيلوغرام في السنه جيد، الا تعديتو 25 كيلو في السنه خطير. 5 كيلو في السنه قسموها على 365 يوم شوفوا شحال من غرام في اليوم، ياك تعرفوا الرياضيات، ديروا 6 كيلو، انا زدت كيلو علاش؟ لان الجسم ديال المغاربه شويه باقي شاد. على حسب المستهلك المغربي لي زامريكان ولي فرونسي دايرين 5 كيلو، انا درت 6 كيلو. 6 كيلو في السنه قسموا 6 كيلو على 365 شوفوا شحال غادي يجيكم، شي حاجه شي نص طوبه صغيره ولا حاجه في اليوم، ما يضرش ما يضرش، نص طوبه صغيره ولا طوبه صغيره في اليوم ما تضرش، ولكن جوج طوبات كبار في اليوم لا. هذه الكميه الاجماليه ماشي غير داكشي اللي فاتاي، الكميه الاجماليه مثلا الا خديتي مثلا المربى الكونفيتير ولا الا خديتي حاجه فيها السكر وزدتي السكر في اتاي وفي القهوه ولا حاجه، ولا خمسه القهوي في النهار ولا خمسه ديال الكيسان ديال اتاي في النهار فيهم كل مره حجره ولا حاجه، الكميه غادي تضاعف غتولي خمسه مرات هذيك الكميه المضاعفه. يعني السكر خلق الله غير المشكل التكرير ديالو الصناعه ديالو والاكستراكسيون، اننا كنركزوه كنجيبوه بيور 100%، هنا ماشي 100% يلاه 97.5%، يعني هنا السكر خالص ماشي غناكلوه في قصب السكر، الا كان قصب السكر كول ما كاينش مشكل، كاين حتى في الباربه وكاين في التمر بوزكري. التمر بوزكري فيه السكروز، هو النوع الوحيد اللي فيه السكروز هو التمر بوزكري، هو فقوس والمجهول وهذاك الشيء ما فيهش السكروز، فيه مالطوز فريكتوز فيه حوايج اخرين، فيه عليا كاين تدقيق، لان باش نتهنى انا من هذا علم الاغذيه، باش علم الاغذيه ماشي نيوتريشن، باش نتهنى منه ما نبقاش نقلب في الاورديناتور سميتو عليه، حفظ داك الشيء باركور وتهنيت ياك، احفظ عرض تتحفظ لا كومبوزيسيون اليمونتير ديال كل شيء، الشعيره شنو فيه، القمح شنو فيه، الجلبانه، الترفاسه شنو فيه، الغاز ديال الدوم، السكوم، النبق، التمر، الشريحه، كل شيء تتحفظو تهنا ولكن كتحفظ الاشياء القويه لي زيليمون فور ماشي 5.6 ولا حاجه، كتعرف الكميه شحال تقريبا، ولكن كتعرف الحاجه ملي كنقولوا الفول شنو فيه، لا ال دوبا تريبتوفان موليبدين، الفول فيه لا ال دوبا، عرفتوا لا ال دوبا شكون اللي كياخذها؟ باركنسون، هي اللي كيشريو من الصيدليه كيعطيوها الباركنسون. لا ال دوبا كاينه في الفول، فول فيه لا ال دوبا فيه الموليبدين، الموليبدين هو اللي كيحفز السولفيتوكسيداز اللي كتخرج هادو لي توكسيك من لوفوا، فيه الموليبدين، والموليبدين نو سو تروف كو دون لي ليجيمينوز، لا يوجد في كاين في الفول وفي الحمص وفي العدس وفي الجلبانه وفي الصوجا، كاين الموليبدين ولا ال دوبا وتريبتوفان، هادو هما العناصر القوية. عاد غادي ندخلوا لي بروتين ولي فيبر سوليبل، غادي نلقاو كلك فلافونويد تما وغنلقاو حوايج اخرين، ولكن خص كل مادة تخرج لوفور، علاش؟ لأن غنخدموا به في لا نيوتريسيون، غنخدموا به في ماشي عارف الفور واللائحة ما تنحملهاش، دوك الأطباء اللي كيكتبوا لائحة كل الروز كل هذه كل هذه ما تاكلش هذه، هذيك ما تخدموش باللائحة لأن غادي نضيقوا على الناس، يعطيوهم أسس الشخص هذا لو باسيون يعطيه أسس يخدم بهم، واللي يحيد الحوايج اللي فيهم ليدان راه غادي يعرف هنا اللحوم وهذه وهذه، واللي يحيد الحوايج اللي فيهم مثلا هذه باش، والشيء الاخر صافي مزيان، الشيء الاخر قول له كول ياكل كل شيء ما عندوش مشكل، فلا بقيتي عطيتي لائحه غادي يبقى مقيد بديك اللائحه، ربما تكون اشياء نافعه وما غاديش يستفد منها، ولا يمشي مسافر ولا يمشي لشي بلاصه ولا حاجه ويلقى اشياء اللي غادي يستفد منها، خاصكم تعطيه اسس ما تعطيهوش هذا. زيد بنتي زيد نزربوا شويه، هادو هما الاشياء اللي كيدير السكر، هادو لي زينالون، هادو اللي قلت لكم هادو اللي كنشطنشخوهم لي برودوي فولاتيل لي زينالون، كاين بروبيلان غليكول، كاين اللي كينيطوايو به الارض، واللي ساكن فوق شي مصبانه، اللي ساكن فوق شي مصبانه راه عنده ديبرسيون، اللي ساكن فوق المصبانه عنده ديبرسيون، من بعد غادي يولي عنده سرطان، لان هادوك اللي غاز باش كينيطوايو هادوك كينفويت، وملي تجيبوا الحوايج من المصبانه حلوهم حيدوهم من الكاغوط وحلوهم وخرجوهم من البالكون واحد ساعه ولا ساعتين عاد لبسوهم، ماشي عاد حيد الكاغوط وتلبسها، كثراش الجلالب ديال العيالات والقفطان، لان حوايج كبار الجلالب والقفاطن هذيك خصهم يتسرحوا في البالكون برا باش يتهواو شويه باش داك الغاز اللي كل لاصق فيهم اللي كيديروا به نيتواياج يمشي، هذوك حتى هو حتى هو عندنا فيه مشكل. زيد وكاين لي نيتوايون ديال الارض، هادو لي زوبروبيل، كاين لي نيتوايون ديال لي زونغل، كاين كاع لي نيتوايون تقريبا لي برودوي نيتواياج هما فيهم دي زانيلا، هادو حتى هما كيديروا مشكل ديال هذا عليهم، سبحان الله والله سبحان الله كيف ما كان الحال الجسم، حنا كنديروا هذا الشيء هذا غير
اربيترير وصافي. اما الجسم خلق الله يتكيف مع جميع الاشياء. شوف الاطفال اللي كيديروا السراج ديال الصباط كيسيروا لنا الصباط ديال النهار كامل ويشم في السراج وكيقراه. كاينين الاطفال كيقراو وكيجيبوا نقاط كيحصلوا نقاط جيده. هاد الاطفال شوف النهار كامل هو كيشم في الريحه ديال السراج ومع ذلك سبحان الله كما قلت لكم علي الجسم خلقه الله يتكيف ولكن خصنا نحاولوا عليه. لان امانه صح امانه خص الانسان يحاول عليها والا عرفتوا الاشياء احسن ما تعرفوهمش. احسن الانسان يعرف هذه كثقافه غير كثقافه ماشي كعلم. كاين الم الراس كاين ديبرسيون كاين الم الراس وكاين تشيست بين كتكون واحد المره حتى ديك الصدر كتكون فيه واحد عليه ما كيردوش لها البال الناس لي زونجين وي ولكن بعد لا كتكون بعض المرات تشيست بين كتكون حتى الام في هذا وعاد الكرونيك فاتيغ ديزنس الدوخه ومن بعد الانسومني خلاص هذوك اللي ما كينعسوش هذه والطلبه اللي ما كينعسوش راه ما يمكنش يدوزوا امتحان مزيان. طلبه الله يجزيكم بخير قبل الامتحان قبل الامتحان ضبطوا النوم ديالكم ماشي حتى يبقى الامتحان 15 يوم عاد تقول لي البارح ما جاني نعس راه نحفظ من اللي ما جانيش نعس مشيت نحفظ راه ما غادي تحفظش لان يعني تما حاله عرضيه حاله مرضيه تما النعاس ما جاش راه حاله مرضيه راه ما غتحفظش. والطلبه اللي كيسهروا بالقهوه وهذا الشيء راه اخطر شيء تسهروا به هو القهوه غتعطيك الطونيس راكم عارفين هذا يعني علي غتعطيك الطونيس عاد المشروبات الاخرى اللي غنشوف غتعطيك الطونيس بوندون ان مومون نعم مزيان ولكن ا لون تيرم السنه الاولى طيب السنه الثانيه الثالثه الرابعه لقيتي على القهوه تسهر بها وتبجد بها السنه الثالثه والرابعه ربما ما دير حتى حاجه يعني لو لون تيرم القهوه نعم في لو كور تيرم مزيانه للجسم كيحس بالطونيس ولكن لو لون تيرم لا كيولي لو ميسكل لاش كتولي تجبد السيد هذا الميسكل ديالو كيتجبد بحال بحال هادو لي زوجي ام لي زوجي ام تاهما دابا داخلين اللائحه ديال المشكل ديال الجهاز العصبي ما فيهاش داخلين تاهما لي زوجي ام داخلين في كل شيء ماشي غير في الجهاز العصبي داخلين في السرطان داخلين في الحساسيه داخلين في كل شيء تاهما دخلناهم علاش لان عندي دي زارتيكل دو بوبليكاسيون عندي دي زارتيكل اللي كيهضروا على هذا المشكل ديال القلق ديال الضجر في الزيت الدول اللي كدير لي زوجي ام علي المغرب ما كاينش الحمد لله المغرب ما كاينش ولكن ردوا البال اتونسيون كاين الدول اللي كنستوردوا منها كلها مصبوغه بالصفران كنستوردوا من الهند ومن كندا من الولايات المتحده من المكسيك من الارجنتين من بلغاريا من هنغاريا الدول اللي كنستوردوا منها كلها مصبوغه بالصفره كاع الحوايج اللي جايين من هاد الدول كلهم وجائين ملي يجيبوا لكم حبابكم اللوز من برا عاد يعجبكم وتبقاو تطحنوا في الطاجين اللوز ديال برا كله وجائين اللي كيجيبوا راه رخيص كيجيبوا لكم 400 ريال ولا 300 ريال الكيلو شريوا اللوز ديالنا ديال اكنولو ديال سوس اللوز المغربي وكلوه مزيان جيد كاين هاد القضيه اللي قلت لكم ديال البورتابل ولي زوند وداك الشيء تاهما حاولوا ما امكن الله يجازيكم خير حاولوا ما امكن هذاك لي كوتور ديال الودن تفاداوه ما امكن كاين اللي كيقول لك غنديروا باش نبروتيجي ما عندك ما تبروتيجي لان الرايون ديال الساتيليت شادك عاق عادي البورتابل على ودنك انا كاين اللي كيظل داير الاغاني بلي كوتور في ودني ولكن حاولوا ما امكن لان انتم في كليه الطب انتم في كليه الطب ما عندكمش الحق ديروا شي حوايج ياك ولا لا لما كنتوش نتوما القدوه نتوما تبداو بروسكم نتوما راه ما غتعالجوش الناس بدا براسك انت الاول انت كما انا كما قلت لكم انا كاين اشياء ما كناكلهاش وكاين مؤتمرات مشيت لهم وديت الزيت البلديه معايا في سامسونيت ديالي كنتغدى بالخبز والزيت البلديه في المؤتمر هذه المساله هذه اللي نقول لكم انتم كاطباء خصكم انتم تبداو انتم تشوفوا صحتكم بعدا انتم تبقاو لينا صحاح انا الطبيب عرفتي سي تان انفستيسمون الطبيب راه ماشي ساهل سبع سنين ثمان سنين اذا تخرج من كليه الطب وفي الاخير يتخرج طبيب خصو يتخرج صحيح مزيان ويعالج الناس ويخدم 20 عام و30 عام ياك اكثر انا راه واصل 35 عام ديال الخدمه باقي غنخدم ان شاء الله باقي غندير شي غادي ندير شي جامعه ان شاء الله وتجي تقرا عندي ان شاء الله غنخلط فيها كاع الانواع ديال الطب الطب الحديث والقديم والهندي والعربي والصيني والافريقي المكسيكي كلشي غنخلط فيها كلشي ما كنت تشوفوا فيا علاش ما نقراوش كلشي علاش ما نقراوش كلشي حاجه اللي تفيدنا علاش ما نقراوش كلشي علاش ما شوف غير هذا العام هذا الميداليات ديال الذهب ملي شافوا الناس بان الحجامه غادا اسميتو عليه واحد خينا قال لي قال لي لي سي دي ديالك راه كيترجموا جميع اللغات هذه شي خمس سنوات قال لي راه لي سي دي ديالك ترجموا جميع اللغات حتى الكوريه ترجموا لها قلت لي الله يعاون ها القايمه جليل راه هي هذيك اللي في الصوره شتيها هي هذيك راه نعم سير طيب
قربناه يا سيدي. وانا كنت باقي تنعقل، كنت المعلومات لك هذه الحجامه كنت واحد المحاضره درتها وكنت تكلمت بالانجلي وهذه عطات لي في ديال ان الحجامه هي الحاجه الوحيده اللي كتعمل ديتوكسيفيكاسيون ديال لو سون. ليس هناك شيء في الطب يعمل ديتوكسيفيكاسيون دي سون الا الحجامه. ديتوكسيفيكاسيون علاش؟ لان كتحيد ان سون وكيطلع ان نوفو سون يلديلو. هذاك الشيء علاش لي ترانزاميناز الناس اللي عندهم لي باتيتسيم اللي كيحجموا كيهبطوا لي ترانزاميناز، سي اون ديليسيون تو سامبلومون، راه ماشي شي عجب. الدم جديد كيطلع كيدير ديليسيون، لي ترانزاميناز كيطيحوا كيهبط. ماشي غير لي ترانزاميناز، كلشي حتى البي اس ا ديال البروستات كطيح، كلشي كيطيح. لي ماركور تيمير ديال السرطان كيطيحوا. يا الان لا التبرع دم هذيك في ليبوطوم، التبرع دم لا، لان تما كتعطي الصو ارتيريال. البلايص اللي كنحجموا منهم سي دي زون اللي دي ميريديان بالطب الصيني، دي ميريديان اللي كيتجمعوا فيهم لو توكسيك، لان لي ميتولور لي ميتولور ان سو ستوك في لو غرا وكاين دي جونكسيون ملي كنديروا الدريناج، ملي كنجبدوا كنديروا الدريناج كنجبدوا معاهم هذاك لو توكسيك. هذاك الشيء علاش كاينين حالات اللي خصهم يديروا دو سيونس. كاين تهويه باش نهويو الجسم ديالنا، سورتو لي جون اللي عندهم مشكل ديال مال سيركولاسيون، موفيز سيركولاسيون ديال الدم، خصهم حجامه، سينو خص الدم يدير دريناج. اللي عنده دي موتيت ديبرسيون، نتوما اللي عندكم ديبرسيون بغيتو تجيبوا ميداليات ديال الذهب، جيبوا غير 20 سور 20 في ليكزامان، حجموا عاد ديروا ليكزامان. تخلعتوا منا ياك. لكن الاطباء كيديروا الحجامه دابا، يديروها زوينه وكلشي وديزانفيكتي ومزيان وستيريل وهذاك الشيء. قربت نكمل بلا ما تكتبي صافي راك مزيد زيد. هو هذا المشروب، رجع هذا المشروب هذا، هذوك الانرجي درينكس، الانرجي درينكس الله يرضي عليكم، بعدوا منهم تتخرجوا من كليه الطب. بعدوا منهم تتخرجوا من كليه الطب، راه غادي تجيبوا صفر. وإلا كثرتوا غادي توليوا عاقرين، لي غارسون غادي توليوا عاقيمين، سا بروفوك لا ستيريليتي، الله يرضي عليكم، تجنبوهم تتخرجوا براسك، يعني أنتم كطلبة خصنا شوية ننصحوكم الأشياء اللي نافعة لكم، يعني هذه حالات يعني خاصة. زيد نشوف. البيطان، البيطان والبروبان هذاك ديال البوطاغاز، هذاك حتى هو كيدير المشكل، تيمشي لليميناج ديال هذا، وهذوك ليميناج تيدير واحد، كيولي واحد ليكيد في هذاك الميناج اللي راه كاين تم، وهذوك لي غاز ديناليسيون المشكل ديالهم كيمشيو ديريكت لو سيستيم نيرفي، كيطلعوا لي زول اولفاكتيف كيطلعوا ديريكت، وهما اللي كيوليو المشكل ديال كنسموه حنا التضبيب ديال الميموار. الميموار كتولي مضبه، كيولي انسان ميتكونسونطرا 5 مينوت ومن بعد يعيا يلاش ينسى يسو دي بريم، كيكون غادي يرجع يشانج دافي. هادو كاع دي شوز اللي كيترتبوا على هذاك الثقل، ذاك الماء كيتقل هذا المشكل ديال السيستيم نيرفي. لي بيلز، حبوب منع الحمل، ما عندكمش نتوما الحمد لله مازال ما ولدتوش. ايزونتي ايبرتونسيون، كاينين دي ميديكامون هما كيديروا مشكله، هادو دروغز اند ميديسينالز. كاين البيلز لي بيلول، وكاين لي زونتي ايبرتونسيون، لانترفيرون، كيميوثيرابي، انتي كواغولون. السنان، مشكل ديال السنان تا هو شي، وكاين الكوليسترول، الكوليسترول تا هو كيدير هذا المشكل ديال ديبرس. الناس اللي عندهم كيحسوا براسهم بانهم مقلقين، غضبانين، ضاجرين، قطعوا اللحوم تو سامبلومون، صافا، حيدوا الحلويات والبسكويتات والمناطق وداك الشيء، ولكن زيدوا اللحوم وطلعوا لا كونتيتي، كثروا لا كونتيتي ديال الفروي، سيك ايت افري، الفروي لي دو. كلشي لي فروي، كلشي، التمر، اللوز، القرقاع، الشريحه، الزبيب، التفاح، البانان، العنب ما كاينش دابا، دابا كاين الليمون، دابا كاين الليمون وكاين السفرجل، حنا المغاربه حاسبينو ليغيم هو راه فروي، السفرجل كيتطحن مع الماء وكيتشرب السفرجل، اللي ريش مونغانيز اللي طريبيه، ديزانفيكت كاع هذه الادوسي لو سيستيم، هذا الجهاز الهضمي، هذا لو سيستيم ديجيستيف. هاد المساله ديال الكوليسترول اللي بغيت نركز عليها باش نختم، بغيت خليتها هي الاخر. علاش؟ حيت الميموار ديالكم كتميموريزي من اللور، ها دابا الاخر هي اللي غتعقلوا عليها. الناس اللي عندهم مشكل ديال ديبرسيون، ديال القلق، ديال النسيان، ديال الاشياء، يقطع اللحوم، دجاج، بيبي، غلمي، بقري، معزي، قنفود، قنيه، كلشي قطع اللحوم، توسكي انيمال، قطع اللحوم. والا زاد الالبان هائل، الا زاد لولي اكسترا اوردينير، يكتفي بالنبات، لي سيريال، النشويات، قطاني، الخضار، فواكه، السمك، الحوت كاين، ها زيت الزيتون، كلشي تاكلوه، عندنا ما ناكلو في المغرب، ما عندناش مشكل. شي واحد قال لي غادي تمشي تحل العياده في دول الخليج، قلت له ودي باش غنعالج في دول الخليج؟ باش غنعالج انا في المغرب عندي باش نعالج، عندنا العسل، عندنا التمر، عندنا الشريحه، عندنا السفرجل، عندنا الكيوي، عندنا ماشي الكيوي، عندنا بارسيمون، عندنا ديك في الشمال كيسموها مطيشه الحلوه، الكاكي تسمى مطيشه الحلوه ديال الكاكي، الكاكي في الصبانيول كيدير 12 ريال الكيلو، في تطوان كيدير 8 ريال الكيلو، ما
ما عرفتوش علاش حيت ما عرفوهاش ما عارفينش كيسمى مطيشه حلوه هي راه ماشي مطيشه حلوه بارسيمون هي فاكهه عجيبه هي هذا سميتو عليه عندنا منتوجات السمك عندنا منتوجات الجبال عندنا كل شيء الحمد لله راه ممكن والله العظيم المغرب هو اولى الدول اولى من جميع الدول بدراسه الطب الطبيعي ملي كنقولوا طب راه خص يكون على طبيب ماشي الناس كاتبين الطب البديل هو ما عمرو كاع داز من قدام كليه الطب ملي كنقولوا طب خص ديبلوم يكون خص الدكتوراه ديال الطب تكون كنقولوا طب طبيعي طب العربي خص تكون طب علاش لان الصين ملي كيقولوا طب الصيني كتخرج من كليه الطب كتخرج من كليه الطب عاد تقرا طب الصيني حنايا كاينين ناس كاتبين ما عرفتش شنو هي تما ولا شنو كضحكنا ديك الطب البديل كضحكني صافي رير طيب كضحك الطب البديل شنو الطب البديل شحال قرا من عام الطب البديل غريب والله شي ملي كتمشي تسولك شنو البرنامج اللي كانوا داروا معاهم في التلفزيون شي معلمو جدو شي مخليها ليه مو شي داعي معاه جدو كبير شي معلمو بو شي راه باقيين حنا دابا الان باقيين سميتو لي ميدسان توما ماشي انا علين انا اللي عليا راه كنديرو المهم داكشي اللي قريت رانا كنوصلو للناس ما غنتحاسبش ولكن مازال عندنا حوانت دابا كيبيعوا الحندور وبوبرايس والحنش الزرزوميه ورضعه البقرات باقيين عندنا حوانت كيبيعوا هادشي مازالين كاينين عندكم في فاس وفي مراكش كاينين ما عرفتيش الزرزوميه شنو باقيين كيبيعوا الدبانه الهنديه والبخوشه ويبيعوا الحندور والعقرب فكرون باقيين كيبيعوا الراس ديال الديب واللسان ديال التعليب باقيين حوانت كيبيعوا هادشي هذا غريب والله الا غريب اطباء دبروا راسكم عندكم الحق تدافعوا هذا النادي الصحي هذا يبدا بهذه انا عطيتكم مشروع النادي الصحي ديالكم يبدا من غدا انتم اطباء انتم اولى باش تحاربوا هذه المسائل انتم اولى باش توعوا المجتمع من هذا الشيء هذا ان شاء الله فونكسيون ماتيماتيك فيها رجعي كي اكس 1 اكس 2 هما هذوك اللائحه الاولى اللي كدير واللائحه الثانيه اللي ما كديرش خصكم هذه لا فونكسيون ادو فاريابل خصكم تجريوها فود ريست هذا الراحه خصكم التغذيه والراحه وكاين العوامل الخارجيه اللي هي الاكسجين اللي هي المسائل الخارجيه اللي ما عندنا ما نديروا لي راديياسيون والمسائل اللي كنشموها هاد فهادو سوليسيون خاصكم ديما تردوا البال لهادو التغذيه والراحه والعوامل الخارجيه اللي كتخلي الجسم يتسمم ولا تخلي العوامل الخارجيه من ناحيه التغذيه تي راه ملي لي ميتولور راه كيجيكم من التغذيه خير ان شاء الله التريبتوفان كالسيوم فوسفور فيتامين بي زنك مغنيسيوم لا ال دوبا قلت لكم كاينه في الفول كاينه غير في الفول في الطبيعه كاينه غير في الفول صافي هادو كلهم ما كيخليوش القلق وهادو كلهم كيخليو الشخص يحفظ بسرعه انا ملي كنت كنحفظ في القران ملي كنت كنحفظ القران كنت كناكل التمر واللوز والقرقاع حسوات الشعير بزيت الزيتون حسوات الشعير بزيت الزيتون ماشي بالحليب كنديرهاش بالحليب كنديرها بزيت الزيتون وكذبوني ولا صدقوني شغلكم هذاك وانا حافظ كتاب الله ما خصنيش نكذب كاين نهارات اللي كنت كنحفظ حزب والله العظيم الا كاين نهارات اللي كنت كنحفظ حزب صين اللوحه فيها نص منه كنص منه حزب صين كان ميموريزي كنقول لكم بان اشياء ممكنه غير واش غتقدروا عليها ممكنه اشياء ممكنه انا ما عمرني درت فيزيت ميديكال وما عمرني كلت الدواء ملي كنمشيو لاوروبا كنعطيوهم الدم يديروا الكونترول عندك تكون فيك السيده ولا شي حاجه كنعطيوهم يديروا الكونترول كتطلع التحليله ايديال كيتم جايين عندنا وزيد دونور وفوت سون كذا تعطيونا نديروا لا ريشيرش خذ اسيدي دير لا ريشيرش ما كاينش مشكل عافيه البشريه وتكملتها بأو نيجاتيف أو ريزيس موا تكملتها عاوتاني بداك لو سون لو بلو رار ديال الادميتو يعني الحمد لله ما كاين حتى مشكل وممكن الشخص ما غاديش نزيد في العمر العمر ديالي هو مقدر عند الله ولكن غير داك العمر نعيشه بسلام ما نعيشوش بالالزهايمر وبالباركنسون وبسكليروزون بلاك وبكرون وبار سي اش وبالسرطان وبالشيموثيرابي وبالحساسيه وبالرابو وبلازم المهم نعيشوا بسلام ممكن. وحتى الا قدر الله وكان المرض نعرفوا نتعاملوا مع المرض نحبسوا الاسباب ديال المرض وناخذوا الدواء سمعتوني قلت هذه ما قلناش لكم ما تاخذوش الدواء لكن هذاك الدواء خذوا غير مومونطاني ماشي تاخذ الدواء ديما ناخذوا الدواء نحبسوا الاسباب ديال المرض وباش ديك لا كريز اللي حنا فيها ناخذوا الدواء لواحد المده ونوليو مزيانين ونعرفوا المرض منين جاي وصافي صافي ماشي ما فيها حتى مشكل خاص كما قلت لكم هذه هي الطريقه خاص حتى الاطباء يكون عندهم واحد هذا التواصل كيفاش يفهموا المريض راه ممكن يعطيو نتيجه 100% بدون مشكل والله بدون مشكل لي كارديو ها الاطباء هادو لي سبيسياليست عندي صحابي في الدار البيضاء لي كارديو
قلت لهم بالله عليكم كتبقاو على لي مالاد بالاشياء اللي كتجري الدم بور فلويديزي لو سان حيت سان خصو يدور لان عندهم هذوك الصمامات ضيقه. قلت ليه هما كياخذوا اللحم كيعقد الدم وكتعطيهم نتوما السانترون كيجري الدم لاسبيجيك وهذا لاسيد اسيتيل ساليسيل. قلت ليه حبس لي عهد الحوايج هذو اللي كيعقد الدم ما تعطيه كاع هذه كاع. وفعلا كاين اطباء نيت داروا هذه المسائل هذه ولا زادوا لي زونتي اوكسيدون الرمان. ها هو الرمان كاين دابا كتاكلوا نتوما الرمان مزيان كتاكلوا شت الا كنتوا اطباء وما تاكلوش الرمان كاع ما عرفتش الرمان دابا الرمان الرمان ليكم نتوما مزيان. وهادو كاينين دابا عندنا ملفات عندنا ملفات دابا ديال عند الكارديو في الدار البيضاء للناس ملي حبسوا المنتوجات الحيوانيه تحسنت الباقي كيجي على الطبيب وباقي كيدير الكونترول والطبيب راضي على نفسه المرض المريض راضي على نفسه بجوجهم راضيين على بعضياتهم ماشي حبس الطب ما حبسوش باقي كيجي وكيدير الكونترول وكيدير ليكوغرافي وكيدير كلشي الحاله ديالو جيده وحبسوا غير المنتوجات الحيوانيه علاش كوليسترول فيهم كوليسترول وغراساتوري حبسوهم الكاردياك هذه اقل حاجه نديروها ملي يكون جهاز الهضمي مريض المعده كتستغرق 5 سوايع باش تهضم اللحم حبس ليه اللحم عنده مشكل المعده كريز حبس له اللحم بعدا باش المعده ترتاح اعطيه الاشياء اللي كتهضم بسرعه بحال ليغيم بحال الفروي بحال الاشياء اللي كدوز ومن بعد يرجع الى بغى ياكل اللحم يرجع ياكل اللحم ما عندناش مشكل ان شاء الله يكون خير. ديبرسيون عقلوا على هذه المسائل اللي قلت لكم اشنا هي غدوزو امتحان تسويت تحيدوا جميع المواد الصناعيه لا بغيتوا تدوزو امتحان تجيبوا فيه 20 على 20 ما كاينش المونادا كاينش فروماج 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 والقهوه والبيسكوي ايغال ميغرين كتبوها كتبوها البيسكوي زائد القهوه زائد الفرماج ايغال ميغرين بغيتو ديروا التجربه غدا ان شاء الله كلوهم ثلاثه نشوف واش غدير ميغرين ولا هاد ثلاثه هادو ايغال ميغرين ما كاينش هذا وهاد الله يرضي عليكم لان فيهم 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 هذه فيهم لاتيرامين 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 معروفه كديرها فهاد المساله حيدوا المواد الصناعيه حيدوا الفاست فود المسائل المقليه وهاد الفاست فود تاكلوا الماكله ديال الدار كثروا من اللي فروي دوزوا امتحان بسلام ان شاء الله وتخرجوا لنا اطباء وإن شاء الله الله يبارك لكم نتمنى إن شاء الله لكم النجاح للجميع وتكونوا مشي أطباء مشي أطباء تكونوا أطباء صالحين تكونوا أطباء صالحين هادشي اللي بغينا حنا هادشي اللي إن شاء الله.